في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر والبحرين، وتنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية، وتحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، افتتحت أمس مدرسة مملكة البحرين المصرية للتعليم الأساسي بمحافظة الشرقية. وقد تم إنشاء هذه المدرسة بالتعاون بين المؤسسة الخيرية الملكية البحرينية ومؤسسة مصر الخير في إطار البروتوكول الموقع بين مصر الخير ووزارة التربية والتعليم لبناء 100 مدرسة في المناطق النائية والفقيرة والمحرومة من خدمات التعليم. احتفالية كبيرة شهدتها قرية كفر أبو أورة، إحدى القرى البسيطة النائية في مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية في مصر، بمناسبة افتتاح مدرسة مملكة البحرين للتعليم الأساسي التي جاء إنجازها في حوالي عام، تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية الخيرية، وتحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب ورئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية. وقام المحافظ والدكتور مصطفى السيد والحضور بقص الشريط وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة إذانا ببدء العمل الرسمي فيها. أنا سعيد جدا أن أكون في الموقع، وأتمنى كل بحريني يشوف المنظر والترحيب والدعاء لجلالة الملك من الناس، من الأهالي، من القرية وتقديرهم. أسجل في البداية تقديري لجلالة الملك، وإن هالجهد عبارة عن نتيجة المحبة والتعاون بين البحرين ومصر. وقام محافظ الشرقية بعد ذلك بجولة تفقدية داخل المدرسة وسط عروض احتفالية من أهالي القرية ترحيبا بالضيوف. لا يمكن ان احنا نختصر جهود مملكه البحرين وتعاونها مع جمهوريه مصر العربيه في مدرسه، لكن ده نموذج محترم، مؤسسه تعليميه في قريه نائيه. اكيد انتم حضراتكم عارفين انتوا جيتوا ازاي ووصلتوا لهذا المكان النائي في محافظه الشرقيه. واكدت مؤسسه مصر الخير التي دعمت فكره بناء المدرسه ومساهمه المؤسسه الخيريه الملكيه لبنائها ان هذا التعاون يعد بدايه لتعاون اكبر بين المؤسسه البحرينيه ومؤسسه مصر الخير بشكل خاص. نشكر المملكة البحرينية بشكل عام، ونشكر جدا المؤسسة الخيرية الملكية، لأن أهالي الولاد وأطفال القرية دي زيها زي قرى كتيرة هي محتاجة مدارس. والولاد عشان أحب أقول لك إن الولاد عشان كانوا يروحوا المدرسة كان ممكن يمشوا الصبح 5 كيلو رايح و5 كيلو جاي. وزارة التربية والتعليم أثنت على الدور البحريني الفعال في بناء صرح تعليمي جديد لتعليم أبناء مصر. احنا بنشكر الشعب البحريني وجلالة الملك والحكومة والشعب البحريني على الهدية دي، وزي ما اعلن معالي السفير ان هناك ايضا هدايا اخرى تتمثل في بناء مدارس اخرى ووحدات صحية اخرى. وتكاتفت الايدي المصرية والبحرينية لتنفيذ هذا الصرح التعليمي. مش عارفين نشكر مين ولا مين الحقيقة، اذا كان دولة البحرين ولا مصر الخير، بس الحمد لله ان المشروع تم على اكمل وجه، وان شاء الله يكون مثمر للاهل البلد هنا جيل بعد جيل. هذا وقد عبر أبناء قرية كفر أبو أورة عن سعادتهم البالغة بافتتاح مدرسة مملكة البحرين في زمن قياسي، وتنفيذا لوعد المؤسسة الخيرية الملكية لتصبح رمزا للتواصل بين البلدين والشعبين البحريني والمصري. مملكة البحرين تدعم التعليم وتدعم التعليم في مصر، وتدعم مصر بصفة خاصة، وتدعم الأخوة بين مصر والبحرين، لما صلى على النبي صرح عظيم. واحتفلت طالبات مدرسة مملكة البحرين الجديدة بهذه المناسبة وهن يستقبلن ضيوفهن بالأغاني حاملات الأعلام البحرينية والمصرية في فرحة عبرن عنها بالقول: طبعا دي حاجة جميلة جدا في حياتنا، واحنا بنشكر الناس اللي ساهمت في ده كله. مملكة البحرين وفرت لنا التعليم، لان احنا كنا بنروح اماكن بعيدة دلوقتي عدد اماكن قريبة لنا، ونقدر نيجي على طول ونذاكر. مدرسة مملكة البحرين الجديدة في إحدى قرى محافظة الشرقية هي هدية كبيرة من دولة كبيرة في عيون المصريين وقلوبهم، وتؤكد المواقف المشرفة والمتواصلة من مملكة البحرين تجاه أشقائها في مصر. والله هالعمل أنا أحس بأنه مفيد جدا،
لأن المدرسة تخدم تقريبا 15 قرية، فالمكان مهم، المشروع مهم، ما في شيء أجمل من العلم والتعليم كهدية للناس. هكذا عاشت قرية كفر أبو أورة مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية بجمهورية مصر العربية أجواء احتفالية بمناسبة افتتاح مدرسة مملكة البحرين للتعليم الأساسي بمساهمة فعالة وطيبة من المؤسسة الخيرية الملكية بمملكة البحرين، وفي تأكيد للتعاون والعلاقات الطيبة بين المملكة وجمهورية مصر العربية. شكري عبد الحميد، لتلفزيون مملكة البحرين، قرية كفر أبو أورة، محافظة الشرقية.